شباب قناة شباب نت نيو. السلام عليكم. نشرت يومه الأربعاء ندى حسي والمعروفة بلقب كارديشيان الخميسات صورة جديدة لها وهي عارية عبر حسابها بالإنستغرام، وخلفت الصورة جدلا واسعا جدا حيث اعتبرها البعض أنها تعدت خطوط اللياقة الأخلاقية في الوقت الذي كشفت فيه تعاليق أنها توجد في إحدى الدول العربية. وتعتبر ندى حسي إحدى النشيطات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر كل مرة صورها التي يعتبرها البعض فاضحة في حين يراها البعض الآخر عادية. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.